إذا مشاهدينا الكرام نسير من جديد بشوط آخر ومنافسة أخرى في هذا الصباح الجميل. لا زالت أشواطنا تتوالى شوطا تلو الآخر، 16 شوطا في صباح هذا اليوم تحمل لنا شعارات أبناء القبائل بالتنافس والتحدي في سن المفاجآت وفي سن اللقاءات الجميلة. نسير إلى المركز الأول وإلى مقدمة الشوط والبداية، هنا شعار بن هويمل حيث يتقدم مشاهدين الكرام مع بحر صالح بن أحمد بن هويمل العامري يتقدم إلى صدارة الشوط، معلن وجوده ومنافساته في بداية هذا اللقاء. المركز الثاني، ننتقل إلى المركز الثاني إلى المشير محمد بن حمد النعيمي. أما المركز الثالث فالانتقال إلى ملبي للبي الندى محمد بن سالم بن شوين المنصوري. المركز الرابع الانتقال إلى شاهين حميد بن سلطان بصريدي الدرعي. والمركز الرابع في هذه اللحظات أو المركز الخامس يتدخل راهي وعبيد بن عيد أو عبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. أما المركز السادس فوصول من قبل شاهين يمعى بن محمد بن طويلب المنصوري، يطالب بالناموس يطالب بالأداء الجميل. المركز السابع من الجانب الآخر هنا يتدخل في هذه اللحظات العابر سلطان بن يمعى بن جلثم الخيالي. المركز الثامن نشوف المركز الثامن اللي وصل شرط هلال بن صوايح الاجتبي. المركز التاسع نقلة إلى القرم محمد بن ناصر بن حمود الشافي. والمركز العاشر هذا اللي وصل معزم حمد بن خليفة بن محمد بن حماد الكعبي. هكذا النتيجة أيها الحفل الكريم، هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء في هذا النداء الأول لمجريات هذا الشوط. تسير الأمور، تسير الأسماء معلنة عن حضورها في مفاجآت هذا الشوط. هل من مفاجآت؟ لا زالت أشواط القاعدين تسير وهي حاملة كذلك لقب التوقيت الزمني في صباح هذا اليوم، بينما نحن نسير إلى مجريات الشوط. والمركز الأول، المركز الأول تحول من خلال وجود شاهين ليمعى بن محمد بن طويلب المنصوري. في هذه اللحظات ينتزع المركز الأول ليعلن عن حضوره وتواجده في صباح اليوم. المركز الثاني بحر صالح بن هويمل العامري يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث فيأتي مشاهدين الكرام هناك النعيمي، ولكن يتسلل اللي تسلل من المركز الأول وراح إلى الصدارة. هنا في هذه اللحظات ملبي محمد بن سالم بن شوين المنصوري، يتدخل شعار بن رشيد، يتدخل شعار بن رشيد السويدي مع مياس خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تسلل إلى المركز الثاني. أما المركز الخامس فيتواجد المشير محمد بن حمد النعيمي. والمركز السادس هناك يأتي مشاهد الأعزاء شعار بن حماد الكعبي في المركز السادس، بينما المركز السابع يأتي عيسى بن سعيد بن محمد العويسي. والمركز الثامن اختلط الحابل بالنابل، اختلطت الأسماء وشاهين يتواجد من جديد حميد بن سلطان بصريدي الدرعي. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم في مجريات هذا الشوط. نحن نسير إلى خط النهاية، نسير في الاتجاه الأخير مع الكيل والأخير، ولكن المركز الأول الله يا بن طويلب يقدم شاهين على صدارة هذا الشوط متقدما بعنفوان الشواهين وبعنفوان المنافسة المميزة المنافسة الجميلة. لا زال بن طويلب يطالب في الناموس والسلالة الشاهينية اللي فرضت وجودها، فرضت تواجدها في كل الميادين وفي كل الأزمان. بن طويلب بن طويلب يمعى بن محمد بن طويلب. أما المركز الثاني فيصلك بن شوين المنصوري مع ملبي 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 يلبي الندم لبي يلبي الندم لبي. هنا محمد بن سالم بن شوين المنصوري ياخذ المركز الاول، الشعار عيناوي والمنافسه قويه والمنافسه ثنائيه، لكن المركز الاول راح، المركز الاول تقدم، المركز الاول تقدم مشاهدينا الكرام، يتقدم يزيد من سرعته يزيد من منافساته. ها هو ما امامكم ملبي ملبي يحمل النداء يحمل التحدي والمنافسه. اما المركز الثاني يمعى بن طويلب المنصوري يحاول
يحاول، لكن بن شوين راح مع العين، راح مع التنافس الجميل والغاوي. ها هو مشاهدينا الاعزاء ملبي على المركز الاول، يستجيب للندى، يستجيب للمنافسات وياخذ المركز الاول، ياخذ المركز الاول، يحقق للمناوي، تتحقق للغناوي. تهانينا والناموس يا بن شوين على الفوز. محمد بن سالم بن شوين المنصوري المركز الثاني، يمعى بن طويل بن المنصوري، اما المركز الثالث سلطان خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي، المركز الرابع السيف لحمد بن سعيد بن سالم بن غصن العامري، والمركز الخامس ياتي بالصريدي الدرعي حاملا خامس المراكز في هذه الانطلاقات وهذه المنافسات. هكذا ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء التوقيت الزمني او الخمس المراكز الاولى. نعود الى التوقيت الزمني والى شوط القعادين، حيث تقدم ملبي ليسجل التوقيت الزمني 6 دقائق ثانية واحدة وست اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. محمد بن سالم بن شوين المنصوري على الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني قدم عرض مميز 6 دقائق 3 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك يمعى بن محمد بن طويلة بالمنصوري، حيث حقق ثاني المراكز. أما المركز الثالث اللي وصل من خلال مشاهدين الأعزاء مياس، قطع المسافة في 6 دقائق 5 ثواني بالوفاء والتمام، ياتي خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس على هذا الفوز للجميع مشاهدين الكرام في مشاركة هذا الشوط الثامن الذي انتهى قبل قليل.